بمدرب الترجي الرياضي التونسي سيد نبيل معلول. سي نبيل، سابع انتصار على توالي الترجي، هل انه اليوم الترجي عمل معناها خطوه كبيره للتتويج بالبطوله؟ بسم الله الرحمن الرحيم. كل مباراة تفوز بها ما من شك أنها خطوة نحو التتويج، الحمد لله. معناها رغم التعب، رغم الإرهاق، رغم تسلسل المباريات، لكن الملاعبية مازالوا كونسنتري، مازالوا محافظين على التركيز نتاعهم، مازالوا محافظين خاصة على الجدية نتاعهم. راكم شفتم معناها لعبنا ضد فريق لعب من أجل تفادي النزول. المباراة ما كانتش سهلة، كما مباراة القرون ما كانتش سهلة، كما مباراة النادي الإفريقي. كل مباريات الترجي الرياضي التونسي قاعد يلعب في مباراة دور نهائي. الانتصارات قاعدة تجيب الروح، قاعدة تجيب الدم، قاعدة تجيب التفاني نتاع كل المحيطين بالترجي الرياضي التونسي، والحمد لله. مرة أخرى قلت 70، كل ما تنقص مباراة نزيد 10%. اليوم معناها ولات عندنا حظوظ 80%، ولو أنه تنتظر فينا معناها مباراة صعيبة برشا في المرسى. حتى اليوم مباراة ما كانتش سهلة سي نبيل، شفنا الفرديات هم اللي عملوا الفارق، الدراجي في الشوط الأول ثم درمان بهدف ممتاز في الشوط الثاني. لا بالعكس، مش فرديات، هي الجماعيات هي اللي تعمل في الفارق في الترجي الرياضي التونسي، خاطر كل شيء نخدموا فيه، كل شيء معناها محكوم. شفتوا توغلاتنا من الجهه اليسرى، شفتوا معناها التنوع في خلق ونزل العمليات الهجوميه في التنشيط الهجومي نتاعنا، فما تنويع كبير معناها من وسط الميدان من العمق، من الجهه اليمنى اللي فيها ابو عزي، من الجهه اليسرى معناها اللي فيها يوسف المساكني، ثم بعد ذلك افول اعطى الاضافه في الجهه اليمنى، فما تنويع. بالعكس الفرديات مهمه في الترجي الرياضي التونسي، لكن اهم شيء هو التنشيط الدفاعي والهجومي الجماعي. اخر سؤال سي نبيل، تتبع في مباراه توني فيراتس، وهل الان عندك عين في زرزيس؟ والله ما عندي حتى فكره على السكور، معناها صدقني ما دام الترجي الرياضي التونسي مصيره بيده هو، يلزم هو كما قلت معناها هنا قبل الخمس مباريات الاخيره الترجي لازم يفوز في مبارياته الكلهم، وما يستناش معناها الملاحقين نتاعو هذاك، لانه مصيره هو بيده فريق الترجي الرياضي التونسي. شكرا لي.